شباب، معكم جلال دعجة. راح أكون معاكم برنامج مختص بالفنون القتالية مختلطة، جميع الفنون القتالية، كيك بوكسينج، بوكسينج، مصارعة، جوجيتسو. راح تشوفوا معنا حلقة اليوم عن مصارعة مختصة بالأمامية والجرابلين كامل، كيف الاستسلام بعملية الجوجيتسو والتيك داون اللي هو الإسقاط عن طريق المصارعة. اليوم أول حلقة راح أكون معكم. شباب هسا عملنا تكنيك وورم اب، هسا عنا ام ام اي دريلز سبارنج، يعني لازم يكون في قتال. راح نشوف اليوم بسرعة الام ام اي. شباب خلصنا ثلاث جولات مصارعة بس تيك داون، هسه راح يكون جرابلينج مع سمشن، راح يكون مصارعة مع تثبيت. مصارعة بالإمامية
دائما اللاعب اللي بيمتلك صارع جيد بلعبة الامماء له افضلية. ليش؟ لانه بيقدر يسيطر على مجرى المباراة، بده يخليها على الواقف، بيقدر يخليها على الواقف، بده ينزلها على الارض، ينزلها على الارض. خاصة اذا كان اللاعب بالاضافة للمصارع عنده مهارات الاسترايكينج كويسة، هذا بيكون مشكل لاي لاعب. المصارعة هي من اقوى الرياضات الموجودة بالامماء. على سبيل المثال عندنا بطل العالم حبيب نورماجوميدوف ورستم خبيلوف، هذولا ودانيال كورمير، هذولا من افضل المصارعين باليو اف سي ومن اقوى المصارعين الموجودين في هاي الرياضه. والدليل على هذا انه حبيب نورماجوميدوف الكل عارف طريقه لعبه، الكل عارف ستايل الفايتنج، بس ما حدا قادر يوقفه. طبعا رياضه المصارعه رياضات مهمه جدا جدا في عالم القتال، تعطيك تحمل، تكنيك عالي، تعطيك جلد بالفايت، تخليك اقوى. شكرا لكم اليوم، تابعونا في حلقه جديده.